إنني أجرب وسيلة جديدة لمكافحة العصب الذي يؤلمني كثيرا ويمزق أعصابي. إنك محظوظ، أما أنا فعلى العكس أشعر بقشعريرة. إنك تسيء لنفسك لأنك تلهو طيلة النهار بخرطوم الرش. يجب أن تذهب لزيارة عمك بيجاز، سيشفيك حتما بعلاجه الخاص الذي يحتفظ بسره، فهو خبير بعلاج القشعريرة. أنت على حق، سأذهب حالا سأراسلك. ها هذا هو عمي، إنه نائم. سأهبط بهدوء كي لا أوقظه. أيوتني مشخي، ألا ترى أين تضع قدميك أيها الأحمق؟ صباح الخير عمي، أنا ابن أخيك ريتسو. حبيبي كيف حال أخي؟ أقصد أبيك فوق. إنه بخير، ولكن أنا لست على ما يرام. ربما كنت بحاجة لاستنشاق بعض الغازات التي عندك لأتخلص من هذه القشعريرة. سوف أعالج ذلك، يجب أن تأكل من هذه العشبة، إنها تفيد. تفيد؟ طبعا تفيد، ألم يفسر لك أبوك شيئا؟ فصيلة التنين تشبه مختبر الكيمياء، تحرق في المعدة أي شيء وتصنع غازات من هذا الاحتراق. يكفي أن تعرف اسم الغاز الذي أنت بحاجة إليه وسأرشدك إلى نوع الاحتراق الذي يشفيك عزيزي. هذا رائع، ولكن لماذا لا يعرف أبي هذه الطريقة؟ لو درس مثلي لعرفها، ولكنه تخصص في إطلاق ألسنة اللهب. أعرف هذا، ماذا تفعل بالغازات التي تصنعها؟ انظر إلى غلاف المنطاد هذا، يكفيني أن آكل 100 كيلو من أشعة الشمس وأنا نائم تحتها لأكون احتياطيا كافيا من غاز الهيليوم، فأنفخ هذا المنطاد فيصبح بحجم جزيرة الكبيرة هذه. حقا؟ طبعا، فلدي أصدقاء يعملون في مسح الطائرات، وأثناء فراغهم أغيرهم المنطاد. لماذا؟ يتسلون بغسله أثناء فراغهم. ها هم لقد وصلوا. بيجاز هل نسرع؟ سنسرع يا دكتور، تابع هذا جيدا يا جريسو، سيكون درسا مفيدا. ها 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 يكفي ذلك، شكرا لك بيجاز، شكرا لكم جميعا، هيا انطلاق. هذا العرض يا جريسو، انظر إلى شاشة الرادار. طائرة على 3000 متر. أرسل القذيفة الضبابية. هذا ضباب. بفضل رادار المقاوم للضباب سنقبض عليه حتما. أنت عبقري يا سيد رابيناكس. أعرف أنني عبقري. تذهبوا إلى عملكم، كل منكم إلى عمله، استعدوا لعملية ذهب مع الريح، هيا. يا إلهي، ماذا يفعلون عمي؟ لا شيء، إنهم ينظفون الطائرة. ماذا تقول عمي؟ صحيح أنهم يمسحونها، ولكنهم لا يزيلون الغبار بل كل الغطاء. هيا، قلت لك إنها عملية تنظيف أثناء الطيران، وعندما أقول لك ذلك افهم تماما ما أقول. لقد انقشع الضباب تماما يا سيدي، وأشعر أن الطائرة أصبحت أخف مما كانت عليه عند الإقلاع. أنت على حق، إن طائرة السيد بترودولا ستصل إلى قطاعنا يا سيدي. الرادار يشير إلى أنه يحمل سبائك من الذهب. وقت مناسب، أرسل قذيفة ضبابية أخرى. هذا ليس صحيحا عمي، سيعاودون الكرة. الطائرات لا تحظى بالصيانة الكافية. وهذا شيء عجيب، يبدو أن هناك خطر على الطائرة عمي. أرسل حالا الآلة الشافطة ليعد كل واحد منكم إلى عمله للبدء بعملية العودة. لقد شفطنا بالخطأ أحد ركاب الطائرة يا سيدي، ماذا سنفعل به؟ اقلب الشفاطة وعاد الراكب إلى طائرته، هيا.
هل تدرك يا عمي بأنك ستتهم بالاشتراك معهم؟ شريك في ماذا؟ أنا لا أفعل شرا، إنهم يكتفون بتنظيف الطائرة، إنهم ليسوا رجال عصابة يا جريسو. هناك طائرات أخرى يا الكابتن. خبر سار، إننا نحيا يوما حافلا بالسمر العجيب، أرسلوا قذيفة ضبابية. هيا. لا، هذا سيء جدا. اهدأ يا جريسو من فضلك. لا يا عمي، هذا يزيد عن حده. لما أتصورك لحوحا هكذا. ابدأوا عملية تحقيم الطائرة الثانية بسرعة. هيا هيا. ماذا يفعلون الآن؟ لا أستطيع أن أشرح لك، إنها طريقة جديدة في الغسيل. غسيل دماغ. مرة ممتاز، لقد استرجعنا 150 حقيبة يد و 130 ساعة و 150 قدم. سنكمل التقرير عند الهبوط. تبدأ عملية الإنعاش بهدوء. هيا هيا. أرسلوا الأكسجين ليزول البخار. أرسلنا الأكسجين بنعومة. سيفيق الركاب الآن. لفترة طويلة لم أنم هكذا. هل يبدو أنني أطير في الهواء؟ ها قد عاد أصدقائي من رحلتهم جريسو. أود أن أكرمك يا عزيزي بجاز على تعاونك الثمين معنا. هل قبلت قليلا من الكبريت تعبيرا عن امتناننا؟ إنه تقدير منا. إنك لطيف جدا، سيساعدني ذلك على الهضم. هل رأيت يا جريسو كم هم لطفاء أصدقائي؟ الله، لن أحتمل أكثر من ذلك، يجب أن توقف هذا. لماذا يعترض؟ الشباب يعترضون دائما على كل شيء. أبي، ماذا بإمكانك أن تفعل لتوقف قطاع الطرق الذين يستغلون عمي؟ هذا سهل يا بني، سهم ناري على المنطاد وينتهي كل شيء. لا، إن الطرق الغير شريفة تحارب بسلاح شريف. أيها الغبي، إن النار سلاح شريف. إن ضميرك إطفائيا في المستقبل لا يسمح لي باستعمال النار مهما تكون الظروف. في هذه الحالة عليك أن تكتشف وسيلة أخرى لتتخلص من اللصوص. وداعا. سأنجح بمفردي، سأدرس كل نوع من أنواع الغازات التي يعرفها عمي. ها أنت ثانية يا جريسو، أتريد شيئا؟ نعم يا عمي، لو طلبت منك عينة من كل نوع من الغازات التي تصنعها هل تعطيني؟ أنا القيام بتجارب حديثة وأريد أن أكتب رسالتي وأحصل على إجازة تنين الغازات. طبعا يا ولدي وبكل سرور، وهكذا يمكنك أن تتذوق مدى القدرات التي ينعم بها القدر علينا. سأعطيك تفاصيل أشهر وصفة عندي. عندما تنتهي من أخذ رؤوس الأقلام سننتقل إلى التطبيق، انتبه جيدا. سيد بيغاز، القبطان يريدك. سأتي في الحال، تعال معي يا جريسو. حسب تعليماتنا فإن طائرة من البنك المركزي ستحوم بعد قليل فوق المقاطع، يريد منا تنظيفها. والآن يجب أن تنفخ المنطاد بسرعة يا بيغاز. عمي، أتسمح لي أن أكون مفيدا وأؤمن الغاز؟ هذا لطيف جدا يا جريسو، أنت على حق أن تفعل مثلي. ولكن قفص صدري صغير جدا، ولذا يخشى أن تطول العملية. صبرا سيد رابيناكس، لماذا أنت متعجل هكذا؟ لأنني أريد أن أذهب بعد ساعتين يا بيغاز. ليس هناك أي سبب للقلق، إذا لم يستطع أن يكمل ذلك وحده أنا أساعده. حسنا، هيا يا جريسو، أرنا ما بوسعك أن تفعل. سأملأ المنطاد بالغاز، وبما أنه من الماء الثقيل سيكون ضميرك إطفائيا بأمان. هل تعبت يا جريسو؟ دعني أساعدك. كلا كلا، استرح قليلا عمي، سأقوم بهذا وحدي، سأحاول. هذا الصبي يتمتع بقوة هائلة على الرغم من صغر سنه، إنه مدهش. ألم أقول لك ذلك رابيناكس؟
لقد نجحت. رائع يا جريس، رائع. أنا فخور بك يا ابن أخي. شكرا جزيلا عمي. شكرا لك يا جريس. سنتابع المشهد على شاشة الرادار يا جريسو. بكل سرور عمي، بكل سرور. المركبة الفضائية فوقنا. أرسلوا القذيفة الضبابية. إنها تهجم يا سيدي. أطلقوا النار. يا للهول، لقد تفتت المنطاد. أجل، لقد رأيت ذلك. ربما قد أحدث الشفاط شرارة. ولكن ماذا سيفعل المظليون؟ سينزلون. إن حماما صغيرا سينشطهم. ديجاز، جريسو، كيف حالكم؟ أبي، أهلا أبي. أين يا أخي؟ لقد قررت أخيرا أن تزورني. أهلا بك. أهلا. في الحقيقة لقد كنت قلقا على صحة ولدي. أنا بصحة جيدة. أنت سعيد لأنك دمرت هذا المنطاد بمن فيه من قراصنة، وهذا لطيف. لقد لاحظت بكل سرور أنك تأكدت بأن مصير التنين دائما هو أن يحرق ويدمر، وهذه مهمة مشرفة يا ولد. لحظة، إن ناريا قد تدخلت بطريقة غير مباشرة. أنا لن أتسبب بالحريق أبدا، لقد حصل وحده. لن أكون سوى رجل إطفاء. إطفاء؟ ما هذا يا إلهي؟ كان بإمكاني أن يكون متخصصا بالغازات كعمه. عبثا تحاول عمي، سأكون إطفائيا، فهمتم؟ هذه نهاية العالم، الأطفال متعبون. وله من شاب متعب.